خلينا نروح لمسابقة ملكة جمال الكون. كلياتنا كبنات نتمنى نكون بدل هالصبايا الموجودين بالصورة ونكون بدالهم ونكون نحن أجمل بنت بالعام. منافسة ملكة جمال الكون لعام 2019 شاركت فيها فتاة مسلمة تدعى شيرين أكتر شيلا، واللي توجت بلقب ملكة جمال بنغلاديش، يا بنغلاديشية، وترشحت لتنافس باقي جميلات العالم في المسابقة العالمية بملكة جمال العالم، رح تقام في 8 من شهر ديسمبر القادم بولاية جورجيا الأمريكية لعام 2019. إلا أنه شيرين ما كانت الفتاة المسلمة الأولى اللي رح تشارك بالمنافسة بالعام، ففي عام 2017 شاركت منى جامع وتصدر اسم منصات التواصل الاجتماعي بعد ما ظهرت بالقفطان المغربي بدلا من المايو أثناء عرض أزياء للمتسابقات داخل المنافسة وهالمرة كانت التساؤلات، وبعد ما تصدر اسمها لشيرين كانت التساؤلات حول الرسالة اللي حتوصلها المتسابقة شيرين في حال فوزها بلقب ملكة الجمال الكون لعام 2019 كونها فتاة مسلمة. مثل ما شفنا منى جامع وصلت رسالة بعام 2017، ويا ترى شو الرسالة اللي هي حتوصلها شيرين أكثر شيلة بعام 2019 لهالعام كونها فتاة مسلمة؟ شو اللي حتعكسه بهالمسابقة يلي بيحضرها ملايين الناس حول العالم؟ وملكة الجمال هي مانا لقب، ومانا بس لأنه فتاة حلوة شكلها جميل عندها صفات الجمال، هي أيضا عندها مبادرات إنسانية واجتماعية بتقوم فيها بعد فوزها كملكة جمال الكون أو ملكة جمال بلد معين. فناطرين نحن الرسالة منها، وهي كانت تساؤلات رواد مواقع التواصل حول تصدر اسم شيرين أكثر شيء لمنصات التواصل وترشحها لملكة جمال الكون لعام 2019. أما بالعراق ما زالت المظاهرات فيها مستمرة بشكل يومي، فانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لطلاب الجامعات والمدارس في بابل هتفوا ضد التدخلات الإيرانية في العراق ورددوا هتاف يا قاسم يا سليماني هذا عراقي مو إيراني. لحقيقة هالفيديو انتشار واسع على منصات التواصل بالساعات الأخيرة، خلينا نتابع.